قول لي عجبتك الاجواء لهنا ولا عجبتني على الاخر يوم كنا اكثر من ولدي بالحق مستحقين برشا فزيت كيف هكا والله تفرهيده محليها ومنظمين و وحيو وحبيب بورقيبه والصغار تفرهدت ومعنا فما ناس ما عندهم وين يمشيو كمان عرفت فرصه باش الصغار تشيخ حتى الكبار ولا حتى الكبار ولا تفرهدنا حقين انشطه وتظاهرات تظاهرات معناتها ديما ما مش مهرجان ماذا بينا مهرجانات والله بلادنا محليها واي حاجه تزهينا والله يحب الفرحه يحب الفرحه وديجا نحن تبعناهم من بحض مسرح حتى الهوني وديجا فما برشا انشطه اخرين راهو متى قاعدين ديجا ثلاث ايام احنا باش نحضروا ثلاث ايام تلمو ما فماش معناتها ما فماش انشطه وما فماش معناتها فرصه محليها ان شاء الله تتعاود ديما. راينو اليوم الاولياء معناها مستحقين تظاهرات هكا على اولادهم خاصه انه سيختو توا عطله وكل شيء عرفت ديجا يمكن حتى الاعلام ما خدمش بالبرشا هو كومي مخزر انت الدنيا معبيه الاولياء الكل جات معناتها ما قصر حد فهمت وتوا كيف ما قلت لك عطله ما توا عشيه برشا اوقات فراغ ماذا بينا ديما نحنا ما نقولوش ليه سورتو الصغيرات يعملوا ديفولمون ويشيخوا ديجا البرنامج ثري على الاخر فيه برشا حاجات محليهم حسك انت فرحانه اكثر من ولدك والله شخت معاهم ميلا نحي كل شيء والله محليها ديجا قلت لك نتبع فيهم من قبيله نستنى للي يبدا من شارع الحبيب بورقيبه من قدام المسرح واو ديجا مازالوا برشا انشطه والكل صراحة الحقيقة اي والله تحس فما دي كاتيجوري فما ناس معينة اولادها عايشين وشيخين سيختو في العطل وفما دي كاتيجوري مساكن بصراحة متى فما اولياء ظروفهم تعبة ما ينجموش مثلا شتوت ولا ما نعرفش انا الكلوب والواحد ماذا بينا هكايا حاجات هكا للعموم محلاها والله فهمت جاتنا في بيبي زاميك عيبه بامبالوني فزيت ما يسالش مش مشكل فهمت ماذا بينا تتعاود والله ديما تتعاود وفرصه ديجا هاك شفتوا ديجا صغيري معناتها شيخ على الاخر والله ديجوني قلت لك عندي تراك شيخه عسليمة فرحان انت؟ اي عجبتك الاجواء؟ تفرحت؟ الحمد لله شكون جايبك ماما؟ ماما انت قلت لها برنامج ولا وحده؟ لا ما وين نكون في الدار بنت صاحبت ما قلت لها راه فما واحدة حفلة يا أخي أنا قلت لما خلت تهزني بدل نقعد في الخدمة ونقعد نلعب يعني لهنا أقسم الكلونات من قبيلة هار وكبر هنا خالته وراهم يضحكوا يسر وشوفوا يلي تتفرجوا في الكل لازمكم ديما تجيو غدوة فما كان فرصة ديما متاع غدوة أكاهو غدوة بعد غدوة السبت ولا حد يجيو شيخو شنو عجبك أنت في الجو اليوم؟ الكلونات وذيك وبرشا حاجات أنت ديما تحب تحضر حاجات هكا؟ ماذا بيك يتعاودوا؟ ماذا بيا كل يوم هكا كل يوم نبدا نقعد في الشارع وعاملين حفلات من هنا وغاديك ماذا بيا ديما نقعد نلعب فرهدت بالكدا معناها اي طيب وتقولها ميرسي ماما خاطر جابتك عايشك ماما عايشكم انتوما اي ترى انه اليوم التظاهرات الثقافيه لازمها تكون موجوده برشا في الشوارع عندنا والله يلزم به حاجات به هي بالعكس باش تخلي العباد تعبر على آرائها تعبر على أفكارها كذلك الناس نجم تخرج من الأجواء الروتين متاع الحياة العادية العامة خاصة إنسان يخدم من الخدمة للدار حاجة به تخليه باش يلقى وين يتحرك وين ينشط وين يتفرهد مهمة حاجة هذه انت كوالية تلقى وين تهز صغارك باش يتفرهدوا ولا ما عندكش وقت جوست خدمه وكاو بون في العطل ايه في العطل ديما ننظموا الانسان ينظم اوقاته في العطل السبت والاحد مش ياسر معناها خاصه ضغط الخدمه العباد تلقاها ما في خلال الاسبوع تبدا خدمه توا ما ينجمش معناها في السبت والاحد ما يكفيش اما الاكثريه كان في العطل ومن الاحسن انها تكون الحاجات هذه موجوده برشا قول انت هيك فرصه اليوم انك تخرج هبط الاولاد باش يشوفوا حاجه جديده يشوفوا هالعروض هذه وياخذوا فكره باهيه زاده
يراو حاجات جديده مع خاطر ما عندهمش وين يراو الحاجات هذه. عجبتك الاجواء؟ والله ما شاء الله يعني تونس باهيه بلادنا الثانيه ما شاء الله يعني ناسها باهيين وبلاد باهيه ما شاء الله. حاسه روحي كي شغل يعني في الجي مانيش يعني في تونس يعني ما حسيتش روحي اني خرجت لبلاد وحده اخرى يعني كي شغل يعني في بلادي. ما شاء الله يعني تبارك الله تظاهره مزيانه هكا حتى الاولاد يتفاهدوا ويبدلوا الجو يعني ما شاء الله تبارك الله. ماذا بينا يعني حتى حاجه مزيانه على الاخر يعني حاجه تفيد الاولاد وتفيد حتى الناس. علاش ما تتكررش؟ ماذا بينا تتكرر ديما. شنو رايك في التظاهره اللي والله فرجه به وماذا بينا ديما هكا في العطل والكل خاطر نهار سبت واحد ما يكفينيش والكل ماذا بينا في العطل الصيف والعطل الموسميه جيبونا حاجات كيما هكا. ولا انا برازار هبت الاولاد وهبت مش مبرمجه انك مش لحظه والله لي برازار هبتهم والكل قلت خلنا نعمل بهم توري خي نلقى قدامي الجو هذا. ترى انه شوارعنا اليوم مستحقه التظاهرات الثقافيه برشا والانشطه برشا 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 برشا. ماذا بينا ماذا بيك يتكرروا ماذا بينا يتكرروا يتعاودوا ديما 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 تفرحوا الاولاد بالكدا بالكدا. ديجا واحد يقول لي راه يقول لي ليه نقعد. عجبتك الاجواء ولا لا؟ قول لي تفرحت. شو اللي عجبك اكثر حاجه؟ فرجة هيدي فرجة ونعجبك ولا ايه؟ حبهم ديما يجيبوكم هكا حاجات. ترى اليوم انه الشوارع متاعنا مستحقة انشطة ثقافية ويعني وتظاهرات كيما نوع هكا؟ والله اليوم عندنا مهرجان، المهرجان هذا معناها برسك مختلف الانشطه معناها والعروض هي مخصصه للاطفال بحيث انه التلميذ معناها الصغير وقت اللي يجي ولا الطفل باش يلقى عالم نتاع اطفال عالم خيالي معناها خاص بالطفل. اما صغيراتنا مستحقين انشطه كيما هكا والله خاصة توا كي غير خارجين من امتحانات وامس معناها خذوا المعدلات نتاعهم والكل نتاع اخر السنة الدراسية. نتصور اليوم نهار نتاع تفرهيد ونهار نتاع جو وشيخة وان شاء الله. لما لا تكون تظاهرات موجودة ذي بصفة دورية في الشوارع نتاعنا؟ والله في حاجة لها خاصة الصغار عام كامل يبداو هكا شوية ضغوطات نتاع قراية ونتاع مراجعة والكل ما فيها بأس معناها دوبا ما توفى معناها الأنشطة القراية معناها يلقاو أنشطة ثقافية يستمتعوا بها ويتفرهدوا ويلقاو معناها أنشطة فيها تسلية فيها إمتاع فيها إبداع معناها من طرفهم هما. علاش ليه معناها ثم أنشطة مثلا توا كنت عندنا أنشطة نتاع ورشات نتاع تنكر وعملنا زاده ورشه نتاع رسكله نعلموا الصغيرات كيفاش يحاولوا معناها كلك النفايات معناها فيها الحاجات نجم نعاودوا نرسكلوها ونعاودوا نخلقوا منها حاجات معناها تفيد ونستعملوها معناها الاستعمال اليوم. وعملنا زاده حفله نشاط نتاع لباس تنكري. فما تجاوب الاطفال يعني عجبتهم الافكار؟ والله الطفل راك تحطه في العالم نتاعو والبيئه نتاعو يتفاعل معاك ويعطيك لو ماكسيموم من غير ما يشعر معناه خاطر هو يتصرف بكل تلقائيه وبكل براءه دونك باش يعطيك من الاخر اقصى ما عنده معناها من ابداع ومن تجاوب وتفاعل. شنو اللي ينقصنا حسب رايك باش تولي متواجده التظاهرات هذه ديما؟ اي بتيتر ينقصنا شويه تشجيع شويه دعم توفير زاد ضروري معناها للقيام بالانشطه هذه اللي تكون تواكب معناها ابداعات الاطفال وميولاتهم وتنمي رغباتهم وقدراتهم معناها الابداعيه والفنيه خاطر برشا صغار تلقى عنده الموهبه وتلقى عنده معناها الرغبه في انه يبدع لكن ربما الاطار اللي هو فيه والا الانتراج اللي معناها موجود فيه ما يسمحلوش باش ينمي الموهبه ذيك وباش يبرزها معناها للوجود. ترى انه اليوم الشوارع نتاعنا مستحقه تظاهرات ثقافيه وانشطه للاطفال كيما هكا؟ بالطبيعه بالطبيعه. مبرمجه انكم باش تحضروا ولا جوست برازار معناها؟ برازار مي. عجبتكم التظاهره ولا؟ ان شاء الله. بنوته عجبتها ولا؟ اي. تحب ديما حاجه هكا؟ اي ينميوا الافكار وكل. شو يعملوا؟ قول لي. يعاونوا الاطفال وباش فيقوا. كيف عندي في العدد انشطه ولا؟ والله كل مره كيفاه يعني.
تمشي وحدك ولا كان كي تهزك ماما لازم؟ لازم يعني كل مرة كيفاش مرة نمشي وحدي مرة تهزني ما. ما تحب حاجات هكا تحب تحضر؟ إي يعاونوا على نفسي. كي تكروا؟ إي.